بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 47 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء طيب مبارك في برنامج نور على الدرب يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول في هذا السؤال: كثر الذهاب إلى الاستراحات مجموعات وأفراد، هل يجوز يا فضيلة الشيخ لهؤلاء الناس الذين يذهبون إلى هذه الاستراحات أن يصلوا جماعات أو فرادى، أم أن الصلاة تجب في المسجد؟ فالبعض منهم يتهاون في الصلاة في هذه الاستراحات، وما حكم من يصلي بالبيت بدون عذر مأجور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالاستراحات مما جد في على العصر، فصار الناس يحتاجون إلى عمل استراحات يتوسعوا فيها بعض الوقت، وهذا لا بأس به، لكن الشأن في استعمال الاستراحات. فإذا كانت الاستراحات تستعمل للراحة فقط، تخرج الأسرة تستريح فيها، أو يحصل دعوة وإقامة وليمة وتكون الاستراحة أوسع من البيت تقام في الاستراحة، فهذا لا بأس به للحاجة. أما استعمال الاستراحة للهو واللعب وإضاعة الصلاة والانفلات واختلاط النساء بالرجال وغير ذلك، فهذا منكرات ولا تجوز لا في الاستراحة ولا في غيرها. ولكن الاستراحات أشد، لأن أهلها يزعمون أنهم ليس عليهم رقابة في استراحتهم، يجب على صاحب الاستراحة أن يتقي الله وأن لا يستعملها أو لا يأذن باستعمالها إلا فيما هو مباح. ومن الناس من يتخذ الاستراحات للتأجير، على المؤجر أن يشترط على المستاجر لا يعمل فيها شيئا يخل بالدين أو يخل بالأخلاق. عليه أن يضبط استعمال الاستراحة من المستاجر، لأنها في ذمته وفي مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. فلا شك من ذلك أن الاستراحات قد تستغل للدعايات المشبوهة وتسميم الأفكار والدعوة إلى الانشراف في الفكر والدعوة إلى الخروج على ولاة الأمور، يستغلها دعاة الضلال ودعاة السوء للخلوة بشباب المسلمين وبأولاد المسلمين فيلقنونهم هذه الأفكار. فعلى من يقيم الاستراحة أن يتنبه لذلك، وأن لا تكون استراحته مدرسة للتخريب أو مدرسة للأفكار الضالة، عليه أن يضبطها أنه مسؤول عنها. وأما الصلاة جماعة في الاستراحة فهذا فيه تفصيل، إن كانت الاستراحة بقرب مسجد ويسمعون النداء يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أما إن كانت الاستراحة بعيدة عن المساجد ولا يسمعون النداء فلا بأس أن يصلوا جماعة فيها. نعم. وصلاة المرء في بيته بدون عذر فضيلة الشيخ؟ لا تجوز صلاة المرء في بيته بدون عذر، لأنه ترك واجبا، صلاته تصح في حد ذاتها لكنها ناقصة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في جماعة أفضل من صلاته في بيته أو في سوقه 27 درجة. فصلاته ناقصة مع الإثم ومع النقصان، والمسلم لا يرضى بالنقصان في دينه، بل إنه إذا اعتاد هذا وصار لا يصلي مع الجماعة فهذا من خصال المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم. فهذا يدل على أن من صلى وحده بدون عذر وحوله جماعة أنه قد استحق العقوبة، وعلى أنه فاعل لكبيرة،
لأن العقوبة لا تكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وهذا رتب عليه أن هذا المصلي في بيته منافق، وتارك المستحب لا يكون منافق، وإنما يكون منافقا من ترك الأمر الواجب. وابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله شرع، يقول من شره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وقال لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وكل هذه أنواع من الوعيد تدل على أنه لا يجوز ترك صلاة الجماعة مع القدرة عليها، والمسلم لا يرضى لنفسه أن يدخل تحت هذه الأنواع من الوعيد ويحرم نفسه من الأجر والثواب ورضوان الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فجعل عمارة المساجد بالصلاة علامة على الإيمان، كما أن التخلف عنها علامة على النفاق كما مر في الأحاديث. فعلى المسلمين أن يتقوا الله ولا يلتفتوا لمن يخذلهم ويقول إن صلاة الجماعة غير واجبة، ويجوز لكم أن تصلوا في بيوتكم، كما ظهر أخيرا كتاب لكاتب معروف في أفكاره يقول جواز صلاة المرء في بيته وترك الجماعة، والجماعة غير واجب. فعلى المسلمين أن يحذروا من مثل هذه المقالات. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نون ألف ميم من الرياض يقول بأنه تناول طعام العشاء حوالي الساعة 12 في إحدى ليالي رمضان المبارك، ثم نام بعد ذلك ولم يصحو إلا بعد الفجر، هل الصيام صحيح؟ حيث أنني يقول سمعت أنه لا بد من تبييت النية من الليل. وناول للصيام من الليل ولكنه نام عن السحور فقط، وإلا فهو ناول من دخول رمضان وهو ناول أنه يصوم غدا، صيامه صحيح إن شاء الله ما دام أنه لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو عامر يقول معلوم من الدين بالضرورة، ما المقصود بهذه العبارة الفقهية مع التمثيل؟ هذه عبارة مأخوذة من الأدلة. المعلوم، من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. الذي يجحد وجوب الصلاة أو يجحد وجوب الزكاة أو يجحد شيئا من أركان الإسلام الخمسة أو يجحد الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالرسل أو الإيمان بالكتب أو الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالقدر خيره وشره، الذي يجحد شيئا من أركان الإسلام أو من أركان الإيمان أو يجحد تحريم الربا أو تحريم الزنا، فهذا جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فيكون مرتدا عن دين الإسلام. نعم، يقول هل أبواب الفقه مرتبة كما أمرت الشريعة الإسلامية الغراء أم هو اجتهاد من فقهاء الأمة؟ وهل تعلم الفقه واجب على جميع الأمة أم أنه خاص بالعلماء فقط؟ ترتيب الفقه على ضوء الأدلة، أولا العقيدة، كتب العقيدة لأنها هي الأصل، ثم بعدها الصلاة، ثم بعدها الزكاة، ثم بعدها الصيام، ثم بعدها الحج، هذا ترتيب حسب أركان الإسلام، حسب أركان الإسلام، ثم بعد ذلك تأتي أبواب الفقه في المعاملات وفي الوصايا وفي المواريث وفي الأنكحة وفي من باب التدرج بطالب العلم. أما القسم الأول وهو ترتيب أركان الإسلام فهذا ترتيب بحسب الدليل. وأما ترتيب أن البيع قبل مثلا الوصايا أو قبل المواريث أو قبل، فهذا بحسب اجتهاد الفقهاء وهو لأجل التسهيل على طالب العلم. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت نورة أرسلت برسالة تقول إلى فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، لعل إخواني وأخواتي يستمعون إلى سؤالي هذا، وهو أن أخي لم يسلمنا الميراث لنا سنة تقريبا، متوفى والدي عنا، ونحن بحاجة، نحن إناث بحاجة إلى هذا المال، حيث أن والدنا رحمه الله كان صالحا مطيعا محافظا على الصلوات والعبادة، وقد ترك لنا ميراثا عظيما عمائر ونقود بالبنك، إلا أن أخي حتى الآن لنا سنة
لم يسلمنا هذا الميراث، مع أن إخوتي يلحون عليه وأخواتي. أرجو من الشيخ صالح كلمة في هذا البرنامج. على كل حال، الله جل وعلا أمر بإعطاء